يا مرحبا فيكم مشاهدينا مشاهدين برنامج السفرة. مثل ما عودناكم كل يوم عندنا طبخة جديدة وضيف جديد. اليوم طبختنا مصلي على هامور، طبخة حلوة ولذيذة راح نطبخها على طريقة ضيفنا. ضيفنا اليوم شيف، راح أعرفكم عليها، بس انتظروني لحظات وندخل الضيفة ونشوف طبخاته شلون بتصير. رجعنا لكم مشاهدينا ومع ضيفتنا زهرة الكبيسي. شيف زهرة الكبيسي صراحة. هلا والله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شلونك طال عمرك؟ الله يسلمك. شو امورك؟ الله يعافيك. شو اخبار رمضان وياكم؟ حماس. حماس ها؟ اكيد. وطبختي فيه حماس. انت قلتي راح نطبخ طبخة حلوة ولذيذة، راح نطبخ لكم المصلي على هامور. خذينا قطع هامور، طبعا ما استخدمنا هامور قطعة واحدة، استخدمنا قطعة من الهواميل او من الهواميل من الهامور، هاي قطعة وذي قطعة، واستخدمنا الراس. موضوع راس الهامور دائما في كل بيت، اللي يحبون السمك ويحبون هذه، من اطباق الهامور شو اللي يصير؟ الراس يتهوشون عليه؟ الراس يعني العادات والتقاليد قبل يقول لك يعني راعي البيت هو عنده راس الهامور. لا احنا عندنا العكس في البيت. من اللي يكون ما في الا شخص واحد اللي هو الوالدة. الله يخليها وكذي على صوب صحن على كتر. اي نعم زين، وهو الستارتر مالها راس الهامور. بالضبط مثل ما قلنا لكم مشاهدين ان راس الهامور هي المشكله داخل البيت. فراح نستخدم الو على قطعناه على شرايح، وعندنا حوالي حبتين طماط، وهنا عندنا كزبره اللي هي الحشيش حمار وثوم، وعندنا بصل حوالي قطعنا 3 حبات بصل، وعندنا كيلو ونص عيش، والبهارات اللي هي الناعمه اللي نستخدمها. نستخدم البهارات اللي هو الابزار البحريني المخلوط مثل ما قلنا. شوف زهره راح نحط الابزار عليه. ممكن مشاهدينا تستخدمون الملح او قصدي الليمون، مو بملح الليمون، الليمون الفريش دائما في السمك. بهرناه بس تبهيره خفيفه لانها اوريدي او احنا اوريدي في الحامسه راح نحط البهارات من الناعمه. اي اكيد. ونرش رشه ملح، شيل الملح من يدك ان شاء الله بس ما يبهق قلبه ولا شيء. في البدايه راح نحمس مشاهدينا البصل، والشيف زهره راح تحمس لنا البصل. مشاهدينا راح نحمس البصل، وانا دوري راح اغلي الهامور. عاد ابو عبد الله لازم نقول لهم انه بنحمسه في ماي مو ب انت قولي لك عن خلي عندك، لان هذه يختلف عليها يعني من اسره لاسره اللي هو حمسه البصل سواء في دهن او في ماي. ممكن نحمسه على ماي، نحمسه على دهن، اهم شيء هاي الصوت. الصوت. مشاهدينا رجعنا لكم، وراح نحط الهامور نقليه. اول ما يحطون الهامور خصوصا الراس لانه يكون فيه شويه ماي، فبتحط على الدهن او الزيت راح يتطشر عليكم. فانا اتمنى يعني دائما الواحد يحط الحذر. فاذا قلنا بنحط الهامور الحين نحتاج شوي عنه. تعرفين ممكن تحطين الطبخه هذه ممكن تحمسينها ويا البصل والهامور. انا هاي اللي بسالك اياه، لان من بيت لبيت وايد يفرق. اسال اللي تقلي واللي تحمس واللي تفوحه، فانت شنو تفضل؟ شوف السمك ما ينفوح. صياديه ينفوح لها. صياديه؟ اي والله هاي احنا عندنا بطريقتك انت شنو؟ احنا عندنا بس المبلح هو اللي ينفوح، غير ذي ما ينفوح شيء السمك. فالغاصب انه بتسوي الماصي ممكن تسوي ناكل عندك احتراق لها. ما بخت ماي شوي، واحنا محتاجين اللون هذي نفسه. في هاي اللون اللي احنا محتاجينه. احنا نبي نقلي الهامور قلي خفيفه مشاهدين. نحط الالو الحين؟ نحط الالو. شلنا الالو واي. اي. نحط الكبار، قطع كبار. ركز على الزيت الحين شوي، بس نرش رشه عشان نطلع الماء. مصل السمك مشاهدين دائما ما يحتاج حد مواد كثيره في القاعه. البصل والالو احنا استخدمنا كذي، الطماطم راح نضيف عليه، الكزبره راح نحط عليه، والبهارات
وبعدين راح ننزل او نسقط العيش فوق المكونات الرئيسيه. ننزل العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. نفوح العيش. عبد الله ما تحط ملح ولا دهن؟ احط دهن، ما احط دهن. ساعات يقول لك يعني ان تبون تسوون العيش تحطون له دهن، ليش حط الدهن؟ تبون بسط الدهن الحين؟ اي ليش يحطون الدهن داخل العيش؟ على اساس ما يتلاصق؟ ما يتلاصق. هو ما يتلاصق. يعني دائما شيلوني تحاولين تحطين له بس زبده، يعني مو بحين في الوضعيه لما بتحطينه ترى السينه تحطين الزبده من فوق. نحط الحين الكمون. راح نحط الكمون والبهار. والبهار والكزبره. ما شاء الله حطيتها يعني بايب ليش قابشه؟ حطيتها خلاص. ما دام شعبي يعني كل شيء بالياني. كل شيء بالياني. شوف زهرة نبي نتكلم ليش كنت في البيت؟ من اللي حضر الطباخ؟ او اللي انت تاخذين اجازه هالايام؟ لا مستحيل. تدشين المطبخ؟ اي اكيد. زين شنو فطوركم؟ انا بذكر فطوركم. كل يوم غير. كل يوم؟ كل يوم غير اي. على حسب الرغبه العيال والعيال ولا شلون؟ لا انا ابو عبد الله احط لي جدول. جدول. يعني جدول اسبوعي كتابي كذي مفصل. شنو الطبخة الرئيسية والمقبلات وشنو الحلاوة اللي بسويها علشان ما توهق حزة الحزة. زين ياك ابو العيال وما تشوف الطبق اللي يحبه موجود على السفرة، شو يصير؟ يا اسوي تدخل سريع. اهم شيء التدخل السريع. اي. او انه اخليه حق يوم ثاني. الطبق اللي هو يبيه؟ اي. وبالعاده يعني انا قبله بيوم اسال البرنامج كذي باكر، اوكي ولا مو بوكي؟ اخذ الموافقه يعني. شو اخذ الموافقه؟ نحط الطماط بعد يلا. اي نعم. اول شيء نحط الثوم. اهم شيء الثوم. اهم شيء الثوم في الاكلات. ايه. رشه كذي خفيفه. مشاهدينا الطبخه دائما احنا نقول الماصلي خفيف ولا مو خفيف؟ الماصلي خفيف بس هو على حسب درجة حموص البصل. ناخذ الطماط. الطماط كمية كبيرة عليه. ايه. الطماط. شوف زهرة ما شاء الله عليها يعني متقنة الطبخ. انا ابي ازيد شوية. زيدي اللي تبيه. ابي السوائل مالت الطماط. انا اروح ارش لك الملح على العيش، قلت لي ليش ما تحط الملح؟ هاي رشة الملح. تقريبا حوالي قبشتين طعام حطينا على الكيلو او الكيلو ونص. كيلو ونص تقريبا اقل من كيلو. اقل من كيلو. اقل من كيلو. دائما احنا نقول كيله هي نص كيلو. زين السؤال اللي يطرح نفسه قولي كيلتكم قوطي اناناس ولا؟ قوطي اناناس لا. هي المتعارف عليه في البحرين او في الخليج كله القوطي العام. 2021 بعرف تستخدم ولا لا؟ لا يا الحين ما زالت تستخدم الاناناس. امي للحين عندها. ما حد يستغني عن الاناناس. هو قياس صح. هو القياس صح. المضبوط اي. المضبوط. بينت الريحة؟ اي ما شاء الله العظيم. تعال شوف السمك مالك. هامورتك. الحين انت بتاخذين العيش. بتشخلينه ولا بتشيلينه مني بتحطينه مني؟ انا عني اشيله من هني واحطه هني. في نفس الشغله، انا اقول بعد نفس الطريقه. ليش؟ نبي المي ماله شويه. نبي المي، فنشيله من هني ونحطه ونركبه نحطه على يعني دي. احنا متفقين. متفقين، انا دائما شوف الشيف مع بعضهم دائما متفقين. متفقين اي. لان عندهم السرعه والجوده والناطعه مهمين جدا. اهم شيء الناطعه. الناطعه. تفضلي حطي له مي شوي. عشان. قولي لي بس. بس بدا عندنا العيش نخليه مشاهدينا ننتظر بس العيش يفوح والحبه تستوي طويله نص طاقه نص طاقه نص طاقه ونرد نحطها او نرسيه العيش. انتظرونا لا تروحون بعيد راجعين لكم ان شاء الله.
الحين براز العيش ايش بنسوي؟ الحين بنحط الكزبره. الكزبره حاطين عليه؟ بس شويه وشوي من فوق. ايه؟ وبعدين؟ والحين نحط عليه العيش. مشاهدينا دائما خليكم مع خطوه الشيف زهره، قاعد تسوي الاشياء صراحه. اساعدك ولا بروحك؟ إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. محتاج انت شوي ماي فيلا؟ اي. بتوكل على الله، حياك مني. حياك مني. انا بعد قلت لك نقطي السمك. يا جماعه هاي طبخ سهل جدا، وايد حلو ترى طبخك كذي، طبخ ما ياخذ له وقت. يعني ربات البيوت ما تقول انا تعبانه ابغى اطبخ ولا شيء، تاخذ لها فاره واحده في المطبخ ونقول فطورنا جاهز. خليها عندك انا، انا بسوي لك انا الباقي. بنرد على العيش، نخلي الجدر على كتر عشان نشيل منه اللي ما تبقى منه. باخذ هذه الصغيره احسن. سلامتك. اوكي. هاي الطريقه. خلي معنا. حطينا العيش. انت رش الكزبره. تفضلي. اهم شيء الدهنه مالتنا. حطينا شويه سمنه. بس عاد شوي عشان احنا صحيين. اوه. توك تقول شعبي وكذا. تعرف اكلنا والله صحي. مو صحي. انا ما اتفق معك في هاي النقطة. انت ما تتفقين، انا اتفق ويا روحي ويا مشاهدينا نتفق. اكلنا صحي ترى، الاكل الشعبي صحي ولا؟ اسالهم صحي ولا؟ والله يقولون اكثريتهم يقولون صحي. ليش؟ لان احنا قبل ان نحط العيش الشيلان وحطينا عليه الدهن الخالي، ترى ما يضر الدهن الخالي. اليوم الدهون متكرره والمعاده تصنيعها معاده المعالجه هي الغير صحيه. طبعا راح ندردش شوي ونرجع لكم ان شاء الله على الناشبه، لا تروحون بعيد، دردشه وراجعين. مشاهدينا مشاهدين برنامج السفره، رجعنا لكم من جديد ومع دردشتنا مع ضيفتنا الشيف زهره الكبيسي. كنت بسالها سؤال، ابى اعرف الاعمال اللي تقومين بها، شنو عندك من اعمال؟ من الطبخ الحين انت في برامج الطبخ، انا كنا شايفك كذا برنامج انت في برامج الطبخ. انا الحمد لله مشتركه ويا تلفزيون البحرين، اقدم لهم طبعا تحيه لان دائما فرصي معاهم وايد حلوه. ودائما تلفزيون البحرين دعم رئيسي لكل فرد. وايد يشجعون صراحه. نعم. وايد ويتركون لك المساحه الحريه اللي انت تشتغل فيها. فتحياتي حق فريق عمل شمس البحرين لاني دائما اشتغل معاهم. نعم. وطبعا عندي برنامج خاص فيني كاول شيف بحرينيه تشارك في قناه، اول قناه طبخ عالميه. طبعا اقدم لهم كل الشكر، شركه الانتاج في مصر. البرنامج اسمه بالبيت اطيب. في فترة الكورونا كان البرنامج موجود، يعني كان يعتبر مخاطرة أن أنا سافرت في هاي الوقت واحتكيت بناس وكذي. طبيعة العمل بس كنا نبي نحاول الناس قد ما تقدر تطبخ في البيت وما تأخذ من برا. تخصصك في الطبخ، شنو الطبخ تخصصك؟ أنا انترناشونال شيف يعتبر. نعم. ووصلت لمرحلة مقدمة برامج ومدربة فنون طهي واستشارية. واستشارية. أي نعم. يعني أي إنسان يبي يفتح له مشروع ولا يفتح أي شركة تفتح له مشاريع فتكون أنت على هو العمل ذي نفسه. بالضبط. ودائما في البداية أحب أقول أن الاستشارة معي مجانية، دردشة. العيش بخر. أكو قاعد يتبخر. البخر. ومشاهدين قاعد يتريون ننشف لهم المصلي الهامو. شنو تشبينا؟ اكيد. احنا ما بنشبه. احنا بنفاجئ المشاهدين شنو بنساوي عشان نرويكم على السفره شلون راح ننشبه. مشاهدينا مشاهدين برنامج السفره، مثل ما وعدناكم انا والشيف زهره الكبيسي راح نرويكم النهايه الممتعه للمصلي الهامو. ايش رايك؟ أنا متحمسة. وأنا بخليه تقلب الجدار، الحياة شو تقلب الجدار؟ إنه ما يصير وأنا قدامك يعني أقلب، أنت ريال. عشان قلت لكم المهام الصعب دائما الرجل يكون موجود فيها، وأنا راح أنشب لكم الماصلي. طبعا في البداية راح نشيل المقطع من على الجدار وراح نقلبه، بس قبل تقلبينه طقتين عشان تفتش عن البرود. اي نعم، ونحطه بهاي الطريقه ونجي نجيب هني عند المشاهد ونخليه ونقول نقلب
الماسلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي بسم الله. بسم الله. وهذه قلباتنا. طقتين بعد من فوق؟ ما يحتاج، الطقة ذي زي ما انكسر انكسرت الطاقة. لا بعد هاي عادات التقاليد. يلا مشي. هاي طقي طقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هاي طريقة. هما اللمسات الفنية لازم تكون عند المرأة. مشاهدينا مشاهدين برنامج السفرة، وصلنا إلى نهاية حلقاتنا. قدمنا لكم المصري الهامور على طريقة الشيف زهرة الكبيسي. صراحة عجبتني الطريقة وطريقتها حلوة ومبدع فيها. يعطيك العافية صراحة. يعطيك أنت العافية وتسلم يدك بعد. والله تسلم يدك، أنت اللي شاركتي في الطبخ يعني. السفرة عمرة ما شاء الله. عمرة بهالها طال عمرك. حبينا نشكرك ونقول لك يعطيك العافية وما قصرت. الله يعافيك، تسلم ما تقصر. ومشاهدينا شو نقول لهم؟ نشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية إن شاء الله من برنامجكم السفرة.